مشاهدينا الاعزاء، ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه، وهناخد اتصال تليفوني من النائبه سناء السعيد عضو المجلس القومي للمراه. الو. زي كل سنه وانت طيبين. كل سنه وحضرتك طيبه وكل السيدات المصريات بالف خير وبصحه ودايما كده محققه كل نجاحاتها. يا رب دايما يا رب. حضرتك شايفه ازاي، ايه هي المكتسبات اللي حققتها المراه دلوقتي في الوقت الحالي اللي احنا فيه؟ بس خلينا ارجع لك شويه لورا، نقول ان احنا على مدى 100 سنه مثلا من اول ثوره 19 مظبوط، حتى تاريخه، الانجازات اللي حصلت عليها المراه في السنوات الاخيره هي كانت مطالبات ومناشدات الى اخره، ولكن الحاجه الحقيقيه اللي حصلت ليها في السنوات الاخيره اللي هو التمكين الحقيقي على ارض الواقع، بمعنى ان النهارده لما يبقى عندنا دستور 2014 فيه ما يقرب من 22 ماده بتنص صراحه على المراه ودعم المراه الى اخره، غير طبعا باقي مواد الدستور اللي بتشمل المجتمع ككل، لما نلاقي مثلا 25% من مجلس النواب بنص دستوري سيدات، طبعا احنا بموجب الدستور وصلنا 25 زائد الفردي فوصلنا ل 28 دلوقتي لما يقرب من 28، عندك 25% المرأة محليات، عندك الحكومة المصرية 25%، عندك لأول مرة في تاريخ مصر إن سيدة تبقى محافظ، عندك لأول مرة إن تبقى في مستشارة لرئيس الجمهورية للدفاع والأمن القومي، إن كمان سيادة الرئيس بمناسبة عامل كل سنة وكل سيدات مصر بخير يوم المرأة العالمي أصدر توجيهاته إن المرأة تتولى منصة مجلس الدولة، ده كان طبعا ممنوع قبل كده وكان استحالة إن السيدات يبقوا في هذا المكان، وطالبنا كتير الحقيقة، وسيادة الرئيس مشكور لبى المطالب دي وأنصف المرأة إن تبقى في النيابة العامة، الحقيقة في اهتمام غير عادي من الدولة، المشروعات اللي عمالة تتعمل تمكين اقتصادي، تمكين اجتماعي، تمكين سياسي على كل المستويات، أنا شايفة إن في احنا زي ما بقول دايما بنعيش عصرنا الذهبي. يعني حضرتك شايفة إن فعلا المرأة المصرية قدرت تثبت وجودها وتثبت جدارتها في كل المناصب والأماكن اللي هي يعني تمكنت منها. ده حقيقي، ده حقيقي، والدليل على كده ان احنا المناصب بتاعتنا عماله تزيد. ايوه. بس برضو ارجع ده برضو يعني حضرتك دايما السيدات المصريات مؤهلات وعندهم القدره على ان هم يبقوا، بس لما تتاح ليهم الفرصه بتاخدي احسن ما عندهم في العمل الاجتماعي بينطلقوا ياخدوا الفرصه بس. بس ده بيجي ازاي؟ بيجي دايما لما بيبقى في دفعه قويه من القياده السياسيه اللي مظبوط في سياده الرئيس، يعني لا اذكر ولا خطاب الا لما يثني على المراه ويتكلم على المراه ويقول المراه تستحق كتير، فكل الحاجات دي بتورث في مجتمعنا وبتغير الثقافه اللي كانت قبل كده ان السيدات فعلا قادرات وهم شركاء فعلا في التنميه، ان هم يبقوا موجودين في مواقع اتخاذ القرار، لان ما ينفعش ان احنا نمشي البلد دي بنص المجتمع اللي هو الرجل، لازم جنبا الى جنب المراه مع الرجل عشان مجتمعنا يتطور ويمشي، وده الحقيقه اللي الدوله عملته في السنوات الاخيره، فكل السيدات طبعا هنيئا لهم وكل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك بألف خير. دايما المجلس القومي للمراه بيبقى داعم للمراه المصريه، كلمينا على المجهودات اللي قام بيها المجلس الفتره الاخيره عشان يدعم ويزيد من توعيه المراه المصريه بحقوقها. بصي، هو طبعا نشأة المجلس القومي للمرأة من سنة 2000 حتى تاريخه، ويمكن السنوات الأخيرة اللي عمل للمجلس القومي ازداد بشكل أكبر، لكن هو دوره يعني بصي تطبيقا للاستراتيجية الوطنية 2030 اللي انطلقت 2017 اللي هي بتعتمد في محاورها الأربعة على تمكين سياسي واقتصادي واجتماعي، وطبعا مراجعة التشريعات المنصفة للمرأة، فكل حاجة من دول احنا شغالين عليها، يعني لو اتكلمنا على التمكين السياسي بنشتغل على التوعية المجتمعية وعلى تدريب السيدات وعلى تأهيلهم، حملات يمكن ترك الأبواب اللي حضرتك سمعتي عنها، بنوصل للستات في القرى والنجوع، بنخبط على الستات في بيوتهم، بنعرف احتياجاتهم ايه، مطالبهم، يمكن صوت المرأة في الأماكن دي كان قبل كده ما كنتيش بتسمعيه، دلوقتي بقى في حراك مجتمعي ان المجلس القومي بفروع المنتشره في كل محافظات الجمهوريه بيصل للستات دول لحد باب بيتهم،
تمكين اقتصادي والبروتوكولات التعاون اللي عملناها مع البنك المركزي والبنوك المصرية على الشمول المالي، على الحقيقة حزمة كبيرة من المشروعات، يمكن قروض اللي هو قرض ادخار اللي لسه اللي هنشتغل عليه الفترة القريبة، كل الحاجات دي. طب انا عايزه اسال حضرتك على التشريعات اللي بيسعى المجلس ان هو يحققها في الفتره القادمه للمراه المصريه. بصي، هو لسه مش هيسعى، هو احنا سعينا، والفتره يمكن ضمن انعقاد اللي فات مجلس النواب احنا قدرنا فيه خرج للنور قانون تجريم ختان الاناث، قانون الميراث، الحقيقة كل التشريعات بيراعى فيها الإنصاف للمرأة. يمكن دلوقتي قانون العنف ضد المرأة بصدد قانون الأحوال الشخصية، كل الحاجات، كل ما يهم المرأة والأسرة والمجتمع المجلس القومي للمرأة شغالين عليه وفي إطار التوعوي ومراجعة التشريعات اللي هي تضمن حماية حقيقية للمرأة وبعد المجتمع ككل. طيب ايه هي اهم التحديات اللي بتواجه المراه في المجتمع المصري؟ وخليني يعني خليني اعرف من حضرتك المراه الفتره اللي جايه محتاجه لايه بالظبط؟ بصي، هو المراه يعني انا مش هقول لك محتاجه ايه بالظبط قد ما هقول لك ان في ايه تحديات ومعوقات وصعوبات ممكن نواجهها. احنا في مجتمعاتنا مازال هناك الموروث الثقافي للاسف الشديد للنظره للمراه كما لو كانت بس درجاته قلت عن ما قبل، اللي هي المواطن المصري المرأة مواطن من الدرجة الثانية. لو احنا قارنا بين النهاردة وقبل كده زي ما قلت لحضرتك في بداية كلامي، لا، في نقلة، في تقدم كبير جدا حقيقي في الموروثات الثقافية الداعمة للمرأة. عارفة الدليل على ده ايه؟ ان احنا عندنا سيدات اترشحوا على المقاعد الفردية مع اتساع الدوائر وقدر يقنعوا بيهم ناخبيهم وقدروا يجيبوا اعلى اصوات ويفوزوا على الرجال. انا شايفه ده انجاز في المجتمع المصري. قبل كده كان صعب جدا ان السيدات يقدروا ينزلوا وينافسوا، وكان لما بينجح حد بيبقى فيه عوامل كتيره مساعده وكان عدد قليل جدا جدا جدا. النهارده المراه قادره على ان هي تنافس في المجال السياسي، المناصب القياديه، يمكن برضو مع معالي وزيره التخطيط قدرنا نفعل وحدات تكافؤ الفرص في كل الوزارات في كل الأماكن العمل. فكل الحاجات دي أنا شايفة أن هي واحدة واحدة كده بنقدر نكسر حواجز ممكن هي كانت صعبة على المرأة. آخرها طبعا موضوع مجلس الدولة، ده كان موضوع يمكن سيادة الرئيس اتكلمنا كتير عنه بس هو أنصفنا أخيرا يعني. فكون أن أنت يبقى أمامك المجال واسع، ما يبقاش في أماكن حكرا على الرجال وانت كمرأة ما تقدريش تتوجهي ليها، أعتقد أن الفترة دي عدت من زمان. طب عايزين نسمع من حضرتك رسالة لكل ست مصرية في عيدها. بقول لكل ست في كل مكان هي فيه، في عملها، في بيتها، في أي مكان هي موجودة فيه، تسلحي دائما بقدراتك وبعلمك وبثقافتك وكوني مؤمنة انت بنفسك في مجتمعك انك انت تكوني قادرة على العطاء وقادرة انك انت تصنعي تغيير في مجتمعك. لا تترددي انك انت تقتحمي كل الاماكن لتحقق تنمية حقيقية ومكاسب حقيقية لك على المستوى سواء سياسي اقتصادي اجتماعي ايا كان. الدولة داعمة بقوة لك، فسيري وانطلقي للسيدات المصريات. نحن في مجتمع يؤمن، أصبح يؤمن بالمرأة وبدور المرأة في المجتمع. رسالة جميلة، وكل سنة وحضرتك طيبة، وكل سنة وإحنا طيبين. يعني مبسوطة جدا فعلا إن إحنا بقينا عندنا حقوق كتيرة مكتسبة بفضل طبعا الله سبحانه وتعالى وبفضل الرئيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مبسوطه جدا ان المراه قدرت تحقق كل الكلام اللي السيده طبعا الفاضله قالته دلوقتي ولسه 20 30 طيب هي زي ما احنا شايفين او سمعنا احنا في التليفون كان معانا النائبه سناء السعيد، كان قالت برضو حاجه مهمه جدا، برامج تمويل المرأة، فدي حاجة طبعا هنعرف أكتر عنها مع أستاذ أحمد رميش عضو المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي. ألو الو، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، اهلا بيك يا فندم.
طبعا في يوم جميل زي ده كل السيدات المصريات بيحتفلوا بيه، طبعا بقوا في الصدارة وبقوا